أعلن وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن متوسط نسبة الإنجاز بمشروع ضاحية الرملي الإسكاني والذي بلغ 84.3% بالأعمال الإنشائية ل 1261 وحدة سكنية، 46% بأعمال البنية التحتية. وقال إن مشروع ضاحية الرملي الإسكاني يشهد تسارعا في وتيرة تنفيذ الوحدات السكنية به، لافتا إلى أن نسب الإنجاز المتقدمة التي يشهدها المشروع في هذه المدينة الجديدة منذ بداية فكرة إنشائه وحتى المراحل المتقدمة التي وصل إليها اليوم يعد إنجازا تم في فترة زمنية قياسية، مما يؤكد مدى جدية الحكومة في سعيها نحو حلحلة الملف الإسكاني وتوفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين. وأردف وزير الإسكان خلال جولته التفقدية بالمشروع والتي تأتي في إطار الإطمئنان على سير العمل بالمشاريع الإسكانية ضمن برنامج تنفيذ 25,000 وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية، أن مشروع ضاحية الرملي يعد واحدا من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي ستساهم إلى حد كبير في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار. وأكد الوزير باسم الحمر أن مشروع ضاحية الرملي يعد أحد ثمار برنامج التنمية الخليجي الذي أسهم بشكل كبير في تسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وأسهم بصورة فاعلة في تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشاريع مدن البحرين الجديدة والمشاريع الاستراتيجية. بكل تأكيد مشروع ضاحية الرملي أيضا يشهد تسارع في نسب الإنجاز. اليوم احنا عندنا أكثر من 1260 وحدة سكنية، وصلنا إلى تقريبا 100% من نسب الإنجاز. نعمل على البنية التحتية ونتأمل إن شاء الله أن يتم تسليم هذا المشروع بشكل تدريجي أو على مراحل اعتبارا من نهاية هذا العام 2018. مشروع ضاحية الرملي يعتبر من أكبر المشاريع اللي تنفذها وزارة الإسكان، كون إن شاء الله راح المحصلة الإجمالية بتكون في حدود 4600 وحدة سكنية من شقق ووحدات سكنية، وطبعا جزء منها يقع من ضمن 25,000 وحدة سكنية، والجزء الآخر من هذا المشروع من ضمن برنامج عمل حكومة المستقبل إن شاء الله.